بدنا لسلطة الشمندر مع السبانخ والجرجير، بدنا كوبين من الشمندر المقطع، بدنا بصلة مقطعة، كوب جبنة الحلوم، بدنا كوبين أوراق سبانخ من أشتال، كوبين أوراق جرجير من أشتال، ربع كوب جوز، شوية من السكر البني، بدنا كمان خل بلسمي، زيت زيتون، ملعقة صغيرة من الثوم، وشوية من الملح والفلفل حسب الرغبة. بسم الله دائما وأبدا. نيجي على بولة صغيرة هيك، ونجيب لنا حبتين ثوم ونحطهم أول شيء داخل. إذن نذكر بأطباقنا لليوم، عملنا لكم طبق فهيتة الدجاج بعجينة الكريب نبيل ماله بديل، وجهزنا لكم إياها، والبرياني عملناها بالفرن مع شوية جبنة حلو، وقدمناها مع التوميتو صلصة، ومن ثم زيناها بشوية من الزعتر. عملنا لكم البرياني، أرز سلقناه لحاله، وبعديه أضفنا على الدجاج، حطيناه بطنجرة، طعمناه أو نكهناه بماء الورد مع الزعفران والكزبرة والنعناع. طيب نعمل دريسينج خل بلسمك، زي ما قلنا في حال ما عندكوش خل استخدموا أي نوع من الخل أو أي عصير ليمون، تمام مشكلة. بنضيف زيت الزيتون حلو، بنضيف سكر البني حتى نعمل عملية تعادل، بنضيف شوية ملح، وبنضيف شوية من الفلفل الأسود، وعندي الشمندر. الآن الشمندر مش موسمه، رحين نستخدم الشمندر المعلب، وبنضيف الشمندر كله. وفيش مانع هذا الشمندر نعمل له عملية نقع، يعني تتركوا لكم إياه نص ساعة زمان مع الخليط الطيب حتى يتشرب، عندي تطلع قصة عالمية. طيب خلينا نخلطه شوي، ونجيب من الثلاجة سبانخ والجرجير من أشتال، اشتري راحة البال، تمام ريحوا راسكم، مغسول افتح جاهز وفرغه. نبدا اول شيء بالسبانخ، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي السبانخ مباشره مغسوله وجاهزه، وفيهاش اي متبقيات مبيدات حشريه، تتنقى بالورقه. في عندهم ستات بنات كله بتنقى، بتغسل ثلاث مرات، بتنشف وبالأوزون، يعني إشي مرتب. طيب اضفنا السبانخ والجرجير من أشتال، والان رحين نضيف هالشمندر. بشهي فكرة الشمندر، بحب الشمندر كثير، مفيد خاصة اللي عندهم نقص في الدم او قوة الدم، يعني بيعطيكوا إشي ممتاز. شوفوا كيف المنظر. سمير شو عندك كمان؟ في عندي جودي ديب بتسلم عليك، وتوتو تولين، واسماء يوسف، وام محمد الشحروري، وغدير يوسف. انا مش لانه بطلع باللايف بطلع بسرعه فمش قادر. علاج حلاوه، علاج حلاوه، وايمان النمر، احلى سمير واحلى شيف، رولا الفاعوري، مساء الخير احلى مقدم سمير، نورت، والاسد شيف نضال المحترف، حي العالي جمال ابو الفاعوري، فروح بن يونس، يسعد مساك اخ سمير وشيف بعون، كثير روعه، حاب اعيد عليك كل عام وانت بخير خير، رمضان كريم، عاد عليك بس على امها وابوها وباسم وام باسم واخوانها احمد. وبليز اقرا التعليق، هيني قراته ستي العزيزه. براء يوسف، سمير لو سمحت في انواع بهارات مثل مسالة وهيك اشياء ما بتكون متوفره. كل عام وانتم وقائد الوطن بألف خير ومبدعين كالعاده. هاي وين المسالة وما مسالة، من وين بيلاقوهن؟ المسالة هي الجرام، مسالة هي مجموعة من البهارات، ممكن تكون خمسة ممكن تكون سبعة ممكن تكون تسعة أو 11. محمد الجوري، هذا طيب. نورك يا حبيب. زيد قندح يعطيكم العافية، وروان حجازي بتسلم عليك يا شيف وبتسلم علينا. ابتهاج حراحشة، في غلاق قاهر عداك موطني، كل عام وانتم بخير، يسلم. بسلم على اختي ابتهال. طبق سلطه من اشتال قيم جدا ورائع، بدينا في سبانخ ومن ثم جرجير، اضفنا طبعا بعد ما تبلنا الشمندر تبلناه طبعا بخل بلسمك وزيت ثوم شويه سكر ملح وفلفل، نقعناه لمده ساعه، بعدين اضفناه على الجرجير والسبانخ، اضفنا عليه الجوز وجبنة الحلوم والبصل مع الصلصة والدريسنج. أحلى طبق سلطة ممكن برمضان تقدموه لضيوفكم، وصحة وألف ألف تمام عافية.